السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي بناتي طلاب الصف الخامس الابتدائي، معاكم مع مادتكم الجميلة مادة الرياضيات والوحدة العشرة الأشكال الهندسية المستوية ثنائية الأبعاد المفهوم الثاني المستوى الإحداثي. تعالوا كده مع بعض حبايبي، هتكلم عن تمثيل الأعداد على خط الأعداد. عندي خط أعداد بيقول لي أوجد قيمة A وB وC مستعينا بخط الأعداد ثم أكمل. معايا خط أعداد كده وحبايبي زي ما أنتم شايفين عليه الرموز A وB وC. تعالى كده نشوف كل رمز قصاده كسر اي كام. الـ A 2 على 3 والـ B 2 صحيح والـ C 2 وثلثين. طب كمان بيسألني بيقول لي البعد بين الـ C والـ B. عشان اجيب البعد بين اي نقطتين هنطرح الاحداث الكبير ناقص الـ A الاحداث الصغير. طب انا عندي هنا الـ C والـ B، الـ C 2 وثلثين والـ B 2، يبقى انا هنطرح الكبير ناقص الصغير. 2 وثلثين ناقص 2 يديني 2 على 3. نفس الكلام عايز البعد بين الـ A والـ B، يبقى نطرح الكبير ناقص الصغير. 2 ناقص 3 يديني 1 وثلث، 1 وثلث. تمام، تعالى كده معانا كمان خط أعداد تاني أهو رأسي. أوجد قيمة A و B و C مستعينا بخط الأعداد ثم أكمل. يلا كده تعالى نشوف الـ A والـ B والـ C كل قصادهم، كل واحد فيهم قصاده رقم كام؟ الـ A 1 والـ B 3 والـ C 5. تمام، عايز برضو يعرف البعد بين الـ C والـ B، برضو هنطرح الكبير ناقص الصغير. 5 ناقص 3 بتساوي 2 وحدة طول، والـ A والـ B هنطرح 3 ناقص 1 يديني 2 وحدة طول. تعالى بقى كده مع بعض، بص بقى معايا كده المستوى الإحداثي. تعالوا كده حبايبي نتعرف مع بعض على المستوى الإحداثي. زي ما انت شايف كده حبايبي، انت قدامك خطين من الأعداد، خط أفقي اللي هو المحور إكس، تمام، وخط رأسي اللي هو المحور واي. أنا الاثنين مع بعض او الاثنين متقاطعين في النقطه صفر، اللي هي النقطه صفر دي حبايبي اللي هي نقطه تقاطع المحور الافقي مع المحور الراسي. المحور الافقي اللي هو اسمه اكس والمحور الراسي اللي هو اسمه ايه، تمام، بيتقاطعوا مع بعض. نقطه التقاطع دي حبايبي اللي هي نقطه الاصل، تمام كده. يبقى نقطه الاصل هي نقطه تقاطع المحور الافقي اكس مع الراسي واي، ونقطه الاصل دي حبايبي بيمثلها صفر على المحور الافقي وصفر على المحور الراسي، يعني نقطه التقاطع دي بيبقى اسمها صفر وصفر، ويرمز لها بالرمز او. النقطه التقاطع اللي هي صفر وصفر يا جماعه بنكتبها عن طريق حاجه اسمها زوج مرتب، والزوج المرتب ده بنستخدمه لتحديد موضع نقطه على المستوى الاحداثي. يعني يا مستر لو انا عندي النقطه هنا بنشوف مكانها في الاكس كام، طبعا مكانها هنا صفر في الاكس، ومكانها هنا في الواي برضو ايه صفر، يبقى انا هكتب هنا مكانها في الاكس في الاول جزء هنا من ناحيه الشمال اللي هو صفر، ومكانها في الواي الناحيه الثانيه برضو مكانها ايه صفر. بقت النقطه الاحداثي بتاعها، معنى كلمه احداثي يعني مكانها ايه، الاحداثي بتاعها يبقى صفر وايه وصفر. بنكتبه في القوسين دول بنفس المنظر ده، والقوسين دول احنا بنسميهم ايه زوج مرتب، وبنرمز بالرمز او نقطه الاصل نرمز لها بالرمز او. المحور اكس زي ما احنا قلنا هو خط الاعداد الافقي في المستوى الاحداثي، والمحور واي هو خط الاعداد الراسي في المستوى الاحداثي. تعالى بقى نتعرف على الزوج المرتب. بص كده معايا، الزوج المرتب زي ما احنا قلنا احنا بنبتدي فيه من ناحيه الشمال، والرقم اللي من ناحيه الشمال بيمثل الاحداثي اكس، والرقم اللي بعديه يمثل الاحداثي واي. طب تعالى كده بص مع بعض كده على الرسمه اللي قدامنا دي. بص معايا، انا لو عندي زوج مرتب الزوج ده بيبقى جوه رقمين، لكن انا لما باجي امثله على المستوى الاحداثي بمثله بنقطه، يبقى الزوج المرتب بيمثل بنقطه في المستوى الاحداثي، تمام كده. طيب تعالى كده بص معايا، لو انا دلوقتي اخدت النقطه ايه مثلا، تعالى كده نبص، انا هنزل الاول اشوف الاحداثي اكس بتاعها كام، 4، يبقى وبعدين طلعت الارتفاع كام، 3، يبقى الزوج المرتب اللي يمثل النقطة ايه من الشمال 4 3. خد بالك ان المستوى او الاحداثي اكس اللي بيمثل المكان، تمام كده، والاحداثي واي هو اللي بيطلعني، تمام، يبقى النقطة ايه يمثلها الزوج المرتب 4 3. طب لو خدنا بقى النقطة بي، النقطة بي برضو هنشوف مكانها في الاكس هنا بيمثل الرقم 2، ومكانها في الواي هنا عند الواحد، يبقى هنا هنستخدم الزوج المرتب 2 1. نفس الكلام مع النقطة سي، الاحداثي اكس 5 والاحداثي واي 5، يبقى النقطة 5 5. يبقى هنا زي ما احنا قلنا كده الاي، الاي عند الاربعة والتلاتة، الاكس بتاعتها باربعة والواي بتاعتها بايه بتلاتة، والبي، والبي 2 1، برضو الاكس بتاعتها باتنين والواي بتاعتها بايه بواحد، والنقطة سي اخيرا هنا 5 5، الاكس بتاعتها بخمسة برضو الواي بتاعتها بايه بخمسة. تعالى بقى كده حبايبي بيقول لي حدد النقاط الآتية على شبكة الإحداثيات ثم صل النقاط بالترتيب.
النقطة A 1 و5 والنقطة B 3 و3 والنقطة C 5 و5 والنقطة G 3 و7. تعالى بقى كده يلا هنرسم الخط الأفقي والخط الرأسي، تمام كده، اللي هو المحور X والمحور Y. يلا حبايبي تعالى كده نمثل النقطة A. زي ما قلت لك النقطة A أنا هبتدي بالزوج المرتب من الشمال عند الواحد واطلع لحد الدور الخامس واحط النقطة. بنشاور على محور X الأول. أه، يبقى الزوج المرتب بيمثل بنقطة. تمام كده؟ ادي النقطة اللي أنا حطيتها اللي هي 1 5 عند الـ A. النقطة اللي عليها الدور هتبقى النقطة 3 و3. هنشاور برضو هنا عند الإكس الأول عند الـ3 وهنطلع لحد الـ3 ونعمل نقطة ونسميها B. تمام. النقطة C 5 و5، 5 من عند الإكس وهطلع برضو لحد الـ5 وأحط النقطة وأسميها C. آخر نقطة عندي اللي هي D 3 و7، هنشاور برضو على الـ3 الأول وهنطلع لحد الـ7 ونعمل نقطة ونسميها دي. تمام. وبعدين نوصل النقاط بالترتيب. تعالى بقى كده احنا رسمنا مستعينا بقى بالشكل المقابل اكمل. انا عندي رسمة على المستوى الاحداثي، تعالى بقى نجاوب على الاسئلة اللي عليها. يلا تعالى كده بص على الاسئلة. الزوج المرتب الذي يمثل النقطة B هو نقط. طيب تعالى كده نشوف النقطة B. تعالى نبص كده على الإحداثي الإكس بتاعها بكام؟ بواحد. والإحداثي الواي بتاعها بكام؟ ثلاثة. يبقى عندي الزوج المرتب 1 و3. النقطة C تعالى كده الأول من ناحية من الإكس الأول يبقى 3، وطلعت للدور الثالث يبقى النقطة C 3 3. يعتبر مثلث ABC مثلثا نقط. لو أنت لاحظت كده عند النقطة B هتلاقي إن هنا دي زاوية قائمة، لو أنت لاحظت كده عاملة زي حرف الـ L أهو. تمام. يبقى دي ايه؟ زاويه قايمه. وطالما المثلث فيه زاويه قايمه وطبعا الزاويتين التانيين زاويتين حادتين، يبقى ده مثلث قائم الزاويه. دلوقتي حبايبي جمعتنا مع اسئله المتفوقين، وتعالى كده نشوف مع بعض السؤال الاول بيقول ايه. السؤال الاول بيقول لي حدد الازواج المرتبه الاتيه على شبكه الاحداثيات. الزوج الاولاني 7 و7، والثاني 6 و5، والثالث 3 و2، والزوج الرابع 4 و4، والزوج الخامس 5 و1. طبعا اتمنى حبايبي ان اكتر عدد منكم يوصل الاجابه الصحيحه. تعالى كده بقى معايا السؤال اللي عليه الدور، بيقول لي استخدم الازواج المرتبه الاتيه لملء الجدول ثم اكمل. عندي 6 ازواج مرتبه وعندي جدول 3 5 و7 9 و11 13 و15 17 و19 21 و23، وعامل لي جدول هنا فوق كاتب لي قيمه اكس وتحت كاتب لي قيمه ايه؟ واي. طيب هنا قيمه الاكس 1، يبقى الواي بكام؟ ب 3، يبقى نكتب تحت 3. طيب هنا الاكس ب 5 يبقى الواي ب 7، اللي هنا الاكس ب 9 يبقى الواي 11، هنا الاكس ب 13 يبقى الواي 15، وهنا الاكس ب 17 يبقى الواي 19، وهنا الاكس ب 21 والواي ب 23. تعال نشوف كده قيم اكس بتزيد بمقدار قد ايه. الواحد بقى 5، معنى كده انه زاد 4، والخمسة بقت 9 زادت برضو 4. كل مرة بنزود ايه؟ 4، وده بنسميه نمط. طب الواي؟ الواي كل مرة برضو بنزود 4. يبقى برضو قيم اكس بتزيد بمقدار 4 والواي بتزيد بمقدار ايه؟ 4. طب انا لو بصيت كده على نمط تاني بين الاكس والواي، الواحد بقت 3 زادت كام؟ زادت 2. الخمسة بقت 7 زادت كام؟ 2. التسعة بقت 11 برضو زادت 2. الواي بتساوي لقيمة الاكس مضافا اليها كام؟ 2. طب تعالى نشوف الأسئلة اللي جاية لي. أهو بيقول لي قيم اكس تزيد بمقدار، احنا قلنا قيمة الاكس بتزيد بمقدار 4، قيمة الواي تزيد بمقدار 4 برضو. اذا كانت قيمة اكس هي الصفر فان قيمة واي بتساوي نقط. مش احنا قلنا واي بتساوي قيمة اكس زائد 2؟ تمام. يبقى 0 زائد 2 هيساوي كام؟ 2. اذا كانت قيمة واي هي 12 يبقى قيمة اكس احنا قلنا بقى هنا هنطرح ايه؟ هطرح 2. انا عايز ارجع كده، يبقى انا هطرح 2 يطلع لي 10. مستطيل طوله ضعف عرضه بالسنتيمترات، اكمل القيم المجهوله بالجدول. تعالى كده نشوف، احنا قلنا ان الطول ضعف العرض، يبقى العرض نص الطول، صح كده؟ تعالى بقى نشوف، يبقى لو من العرض للطول هنضرب في 2، ومن الطول للعرض هنقسم على 2. تمام. دلوقتي انا عندي لو العرض 1 الطول هيبقى 2، لو العرض 2 لو العرض 2 الطول هيبقى 4. طب انا عندي العرض مجهول بدل ورمز والطول بقى 8، يبقى هنقسم على 2، 8 على 2 بيساوي 4، يبقى مكان الايه 4. طب هنا الخمسه هنا بقى العكس، هنضربها في 2 عشان نجيب الطول، ان الطول ضعف العرض، هتساوي 5 في 2 تساوي 10. طب والسي هجيبها ازاي؟ هجيبها بقى لما اقسم على 2، يبقى 10 على 2 يساوي 6. طب هنا بقى من العرض للطول هنضرب في 2، يبقى دي بتساوي 16. تعالى بقى كده نشوف يا حبايبي اهو، الايه هنا 8 على 2 بتساوي 4،
والبي 5 في 2 ب 10 والسي 12 على 2 ب 6 والدي 8 في 2 ب 16. دلوقتي حبايبي جمعنا مع سؤال المتفوقين الثاني، تعالى بقى كده مع بعض. السؤال الثاني بيقول: اكمل يستعد بلال لامتحانات اخر العام من خلال تكثيف المذاكره يوميا، فاذا كان بلال يذاكر 6 ساعات يوميا فاستمر في تكوين النمط داخل الجدول ثم مثل تلك البيانات على المستوى الاحداثي. تعالى بقى كده بص معايا، اجمالي عدد الساعات اكس كان 12، عدد الايام واي. طيب تعالى بص معايا كده، ال 12 تحتها 2، طب نقط تحتها 3، 24 تحتها نقط، نقط تحتها 5، 36 تحتها نقط، و48 تحتها نقط. يبقى انا عايزك انت تكتشف ثلاث حاجات لوحدك، ازاي الاكس بتزيد بمقدار قد ايه، او النمط اللي ماشي بيه الاكس ازاي، والنمط اللي ماشي بيه الواي، والنمط برضو بين الاكس والواي. لو انت اكتشفت الثلاث حاجات دول هتعرف تحل الايه الجدول. واتمنى ان اكبر عدد منكم يوصل للاجابه الصحيحه. من الرسم البياني المقابل، اجب: لدى جاسر محل بيع شوكولاته، وفي بدايه اليوم كان لديه 150 علبه. يوضح الرسم البياني عدد العلب بدايه كل يوم. زي ما انت شايف كده حبيبي، انا قدامي رسمه، الرسمه دي بتمثل المبيعات، تمام كده؟ تعالى بقى نبص مع بعض. بيقول: لماذا تتناقص قيم الاحداثي واي في الرسم البياني؟ ليه حبايبي؟ زي ما انت شايف كده، هو انا ببيع تمام، فانا كان عندي 150 بستمر في البيع، فالمحور واي بيوضح ايه؟ العلب المتبقيه، تمام كده؟ في بدايه اليوم، فلذا العدد بيحصل له ايه؟ بيقل. يبقى لان المحور واي يوضح عدد العلب المتبقيه للبيع في بدايه اليوم، لذا يتبقى عدد اقل. ماذا يعني الزوج المرتب الاحد و105؟ بيعني حبايبي ان انا يوم الاحد كانت العلب المتبقية لدي للبيع 105 علبة. يبقى احنا يوم السبت بعنا عدد من العلب واتبقى ايه 105، اللي هو ايه اليوم الحد، في بداية يوم الحد اتبقى كام؟ 105. ما عدد علب الشوكولاتة التي باعها من يوم الاثنين ليوم الثلاث؟ احنا لو بصينا على الرسم حبايبي، يوم الاثنين عندي 80 علبة متبقية والثلاث 50 علبة، هنطرح 80 ناقص 50 يديني 30 علبة. تمام. ما عدد علب الشوكولاته المتبقيه لدى جاسر اللي بيعها يوم الاربعاء؟ تمام، يوم الاربعاء حبايبي اتفضل عنده 20 علبه. طبعا كل ده البيانات دي كلها بنجيبها عن طريق الرسم. ما اليوم الذي باع فيه اكبر عدد علب من الشوكولاته؟ لو انت بصيت كده هتلاقي ان اليوم السبت هو اكتر يوم ايه باع فيه، لان هما كان الاول عنده 150 علبه، ويوم بدايه يوم الاحد زي ما احنا قلنا في السؤال اللي قبل كده ان هو كان متبقي 105، يعني بدا بيوم الاحد كان معاه 105 علبه. معنى كده ان يوم السبت باع قد ايه؟ هنطرح 150 ناقص 105 يديني 45 علبه. دلوقتي بقى حبايبي تعالوا كده مع بعض نشوف بقى السؤال الثالث من أسئلة المتفوقين. يلا معايا كده. يمتلك جاسر ساحة انتظار للسيارات يبلغ طولها 3 كيلومتر وعرضها 2.5 كيلومتر، فما مساحتها؟ أتمنى حبايبي أن أكبر عدد منكم يوصل للإجابة الصحيحة، ولاية موجودة في التعليقات، وأتمنى أن أنتم تكونوا استفدتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.